كنشكر بزاف 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 دكتور محمد انيس خليل، شكرا بزاف على الحضور ديالك والمعلومات النيره اللي خدينا من عندك هذا الصباح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا. من معنا؟ وماشي نسيتك راه الله اللي مطالع بيا، راك شحال كنعقل راه بزاف انا مسكين. انا ها وبلاتي انت دابا غابره عليا انا ومشيتي ديري ديديكاس وبغيتي نعقل عليك كي غندير لها كنجبد اللي كيديو معايا، اما مايا وانجي وهادو راه عارف شكون اللي معايا. معايا مايا، مايا من المتتبعين ديال البرنامج من اللي قلت بسم الله هنا وهي حاضره معانا، كبرات معانا، تزوجات معانا، وعملاش كملات معانا مع داك الراجل معانا، ولا اش غنقول والله ما عرفت. باقي شي ولا ساليتي شي؟ لا باقي والحمد لله. الحمد لله اختي داكشي اللي بغينا يا رب. جود جود علينا يا جواد. جود شحال عمرها دابا مايا؟ شهرين دابا ولا تشهر؟ شهرين ولا تشهر؟ تبارك الله. وانت هذيك انك تقدي معنا كثير ديال راسك ديما كتعيط لي عندك بنت عندها حتى كي درتي لهاد الشيء مايا؟ انتما عندك كضحك هذه التعبئه السريعه. واش كلشي بخير؟ كيدير انجي كيدير يمشي كيدايرين هما الدار؟ بصح لاباس عليهم؟ عافاك. انا نبغي نسلم كامل نقول من حبيب كيسلم عليكم وتيقول لكم راه توحشكم واخا غبروهم شويه في الحقيقه غبرتو غبرتو فيكم هذه القاعده هذه في العائله كامله هذه العيبه عندكم ياك؟ لا 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 انا عارف ما تضحكيش. لا انا كندوي معقول انتم كتغبروا في عائلتكم كتسولوها من العيد للعيد بعضياتكم. لا 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 الله يجزاه بزاف. وي 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 وانت يا مايا انت شوفي بغيت نقول لك بلي راك عزيزه وصوتك راه ما يخفاش عليا، راه تغبري حتى 10 سنين اخرى غادي نبقى عاقل عليك وغنبقى دائما تقولي الو نقول لك نعم مايا اش باغا. البنيه جود بوسيها لينا والله يخليها لك والله يخلي لها يخليها جداها جدها وجداتها. كتقولي اكثر تقولي با سيدي ولا كتقولي جدي؟ لا جدي. قولها تجرب با سيدي شو كتعجبها لعجباتها قولها لها حبيب اللي صيفطها لك. مي لالا قولها مي لالا وبا سيدي. العزيزه مزيانه عزيزه. الوالده قال لك عز الولد ولدي الولد بحال كتقولي البنت، ولكن بنت البنت كتكون عز اعز، يعني الام واخا بنت عزيزه عليها ولكن بنت بنتها كتكون اعز. عارفه هذه ولا ما عارفهاش؟ عندي الحق وما تنساش مره جايه نعطيك شي معلومه خصك تخلصيني عليها راه ما بقاش نعطيك فابوره ماي. نعم هي الاولى لاله وتجي سلميه على جميع المستمعين اللي كاينين في الدار عندكم اللي كتسنطوا ليا قول لهم قال لكم الحبيب راكم في القلب. كنشكرك بزاف 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 دكتور محمد انيس خليل، شكرا بزاف على الحضور ديالك والمعلومات النيره اللي خدينا من عندك هذا الصباح.